إذا قيل لك لو أن رجلاً قال أنا مسلم وأعترف بأن دين الإسلام دين حق، لكن لا أكفر اليهود ولا النصارى ولا الكفار، أو أنني محايد لا أقول إنهم ليسوا بمشركين وليسوا بمسلمين، فقل هذا مناقض للتوحيد وكفر بالله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله فقط لا، يجب معه أمر آخر، وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، انظر لا بد من الجملتين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.